عندك كل مشينا يلا طيب ولا اي مراح قايم ولا شرطه في شنطه يا حسام شلنا اي شنطه وخلاص هات حسام اي شنطه يا مولانا حسام ولا حسام اي شنطه تصلح شنطه الشيخ حسام هذا هذا قول له هاتوا اي شنطه فراحوا ايه الكل رفع يعني اشنطته انا عاوز شنطه تصلح ولا توجد الا واحد زي بقر جوني اسرائيلي فيها مواصفات لا توجد الا في بني اسرائيل ويستحيل بسم الله الرحمن الرحيم ويستحيل في حقه كالكون في الجهات لا قلنا يشكل ايضا عباره على بعض الناس في نفيها وهي عباره دائما نكررها لا هو سبحانه وتعالى متصل ها بالعالم ولا يوصف بالانفصال ولا بالاتصال ولا بالخروج ولا بالدخول كده ولا يتقيد الى اخر العباره وسببه فبعض من قصرت عقولهم من المشبهه وكلهم طبعا عقولهم قاصره المشبهة والمجسمة يزعمون أن في هذه العبارة لما نقول فيها أن الله تعالى لا داخل العالم ولا إيه خارج فيقولون إن هذه العبارة نفي لوجوده تعالى لأنه هم لا يتصورون أنه غير طالما هو ليس داخل كده كده بالمنطق حاجة مش داخل يبقى إيه خارج مش كده فكيف الدخول لا داخل ده ماشي في النار لو كان في داخل العالم لكان من جملة الايه المخلوقين او المخلوقات لكن كيف ننفي عنه تعالى انه ليس خارج فينك يا مولانا يسجل ايه ما يوقف التسجيل انت لما تيجي خلاص يتوقف الزمان والمكان وخذوا منين الجهاز ما جابوش نار مش عارف كل المايكات بايظه ودوها فين؟ سجلش يا الكلام ده منك ليه؟ شايف كان التسجيل واقف دفنوا المايكات طيب صلى على صلاه الغائب ان شاء الله حلال هذه العباره يقولون لما يقولوا كده لا داخل مفهوم كده اما اذا قلنا لا خارج مش مفهومه لانه اذا نفينا عنه انه داخل لا بد ان يكون خارج واذا نفينا انه خارج العقل يقول كده انتوا حتجنون يقولوا لا نفي الدخول والخروج عنه معا يكون من باب ايه النقيضين او الضدين اذا كان عما من شأنه ان يتصف بانه داخل او خارج وهذه صفات الأجسام أو صفات المخلوقات فإذا قلنا عن إنسان لا داخل العالم ولا هذا تناقض لأن من شأن المخلوق أن يوصف بأنه داخل أو خارج أما الخالق لأنه كان ولا مكان ولا عالم ولا إنس ولا جان وقبل خلق العالم لم تتحقق له نسبة بدخول أو بخروج فكيف تتجدد له بعد خلق العالم؟ إن هذا النفي لما نقوله يقولون انه كده انتوا رفعتوا ليه النقيضين او الضدين وهذا محال انت بتقولوا علينا احنا يعني احيانا مش بنعقل وبنثبت المعادكم انتوا بتعملوا زينا لما تقولوا لا داخل ولا خارج قلتم بما هو محال ثم تعيبون علينا اننا ايه إذا وقعنا في شيء من مثل ذلك تتهمون ما أنتم بتعمل زينا نقول لا داخل ولا هذا معناه نفي الإيه الضدين وهذا يكون أي قولك صحيحا إذا كان عما من شأنه أن يتصف بأنه داخل ولا خارج إذا رفعتهما معا تكون إيه نفيت الضدين واضح كده أو أثبتت الإيه إذا كان عما من شأنه هل يمكن أن أقول هذا الرجل ليس بعالم ولا جاهل
لا يمكن، لأنه لا بد أن يتصف بأحدهما. إنما الذي ليس من شأنه أن يتصف بالعلم أو الجهل، مثلا أقول هذا الحائط لا عالم ولا هذا الحجر أهن رفعت عنه، لأنه ليس من شأنه. هذا الإنسان من شأنه أن يكون ذكرا أو أنثى أو حاجة مثلا يسموها الثالث. لكن إذا قلت هذا ليس ذكرا ولا أنثى ولا خنثى، إذا لأنه لا بد من شأنه، تمام؟ فهمنا كده؟ يبقى هذا الكلام اللي هو لا داخل يقال في حق الأجسام أو في حق، لأن من شأنها أن توصف بالدخول والخروج. أما خالق العالم كيف يكون داخل وكيف يكون خارج، مع أنه قبل خلق العالم لم يكن هناك عالم حتى نقول أنه داخل أو خارج. كده احنا كلامنا صحيح ولا خطأ؟ صحيح، لأن هذا عما من شأني. ثم إنه في قضية أخرى لما نخلصها عشان تسأل السؤال مظبوط. يبقى إذن الرد عليهم أنهم إذا قالوا هذه العبارة، إذا قلنا إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، إنما هي إيه؟ نفي لوجوده. لأنه لو قلت إنه هذا الإنسان لا يوجد داخل الأزهر ولا خارجه، داخل مصر ولا خارجها، معناه مش موجود، مش كده؟ فإذا هم بهذا ماذا فعلوا؟ قاسوا ما يلزم في حق الإيه؟ المخلوق، وجعلوه في حق الإيه؟ الخالق. هذا أول غلطة عملوها، يعني قاسوا المخلوق على المخلوقات، يعني جعلوا ما يلزم في حق المخلوقات يلزم كذلك في حق الإيه؟ الخالق. فنقول لهم إن الاتصال والانفصال من أوصاف الأجسام المتقابلة أو المتباعدة أو المتجزئة. فيقال هذا متصل، يعني مثلا ذراعي متصل به بجسمي، وهذا مثلا الغطاء منفصل. يعني إذا الشيء اللي يتصل أو ينفصل إنما هو يتعلق به بالذي يقبل أن يكون متصلا، أما الذي لا يقبل الاتصال أو الانفصال فلا يوصف إيه؟ لا بالاتصال ولا بالإيه؟ بالانفصال. هذا من خواص الأجسام، والله تعالى ليس كمثله شيء. فإن رجعوا وقالوا نحن صحيح ما قلتموه وصحيح ما ذكرتموه، ولكن ماذا نصنع؟ نحن لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه. مش كده يقولوا كده يتمسكون بذلك. لماذا تعيبون على صحيح أن العقل لا يقبل هذا، لكن الله تعالى أنزل ووصف به نفسه، فنحن لا بد أن نقول به ونلغي عقولنا. عاوزين نقول لك أن الله تعالى أكبر أو فوق العقل أو أعظم مثلا، فنقول لهم أنتم تقولون نحن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه كده، فأين قال الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه أنه خارج العالم أو داخله؟ إذا كنتم تقفون مع النصوص وتقولون نحن نصف الله بما يصف به نفسه، هاتوا برهانكم، أين وصف نفسه بأنه داخل العالم أو خارجه؟ حيقول لك طب هو أين وصف نفسه بأنه لا داخل ولا خارج؟ حيقول لك كده، ده إذا كان يعني دارس منطق وبحيفه، إنما إذا كان يقول كده حرف ساكن. إحنا بنقول له فين أنه داخل وفين أنه خارج؟ حيقول لك إحنا صحيح ما فيش حاجة تدل على أنه نص يعني داخل، ولا في نص يقول خارج، لكن انتم بتقولوا بنفي الاثنين، واين ذلك في كتاب الله؟ قولوا لا يشترط ان يكون في كتاب الله تعالى بمنطوقه، انما يكون بمفهومه او باستنباطه، ان الكتاب دل على ايه؟ نفي المماثله والمشابهه والاتصال والانفصال من والدخول من لوازمه، فهو منفي باصل الايه؟ النفي لا بتفصيله. واضح كده؟ فإن جاءوا بالنصوص، إن جاءوا بالنصوص التي تثبت الفوقية
والمكان والجهة في الظاهر طبعا أو هي لا تثبت، إنما توهم. والوهم قلنا ليس في نص، وكل نص أوهم، إنما هو في فهمنا للنص. وكل نص أوهم، النص لا يوهم بذاته، إنما الوهم إنما يقع بفهمنا أو بأفهامنا السفيمة. فإن مثلا جاءوا بالنصوص التي تفيد، ما أنت مش هينفع معهم تجيب لهم المنطق ولا تجيب لهم النقيضين ولا المتقابل، لا إن جاءوك بالنصوص التي تفيد العلو وتوهم الجهة فعليك أن تقابلها بالنصوص التي يوهم ظاهرها، يعني قابل الوهم بوهم مثله. يعني أول ما يجولك بالآيات أأمنتم من في السماء، قابلها بقول وهو معكم أينما كنتم. يعني هاتلهم نص مقابل نص، هاتلهم وهم مقابل ايه؟ وهم. كذلك اسألهم هذا السؤال، ما الذي أوجب اعتقاد ظاهر تلك النصوص التي توهم أنه في جهة أو في السماء أو في مكان، وعدم اعتقاد النصوص التي توهم أنه في كل مكان؟ ما في كل مكان حتنفي أن يكون في مكان بعينه بخصوصه، فقابل هذا بهذا. فإن كان هذا من عند الله وهذا من عند، فيجب اعتقاد ما يوهمه النصين معا، وهذا يؤدي إلى التناقض والحيرة. كيف أعتقد أنه في السماء وفي نفس الوقت أنه في كل مكان؟ يبقى نفيت أنه يكون في السماء، فقابلها بالنصوص ليه الأخرى. ولذلك قال ابن حجر في فتح الباري، وهو من أئمة السلف وأهل السنة والجماعة، بيقول كده، احنا هم بيقولوا كيف يعني نفي انكم تنفوا عن الله الدخول والخروج او العلو والسفل في وقت واحد، ده محال مش كده؟ قال لا يلزم من كون، نص كلام ابن حجر، من كون جهتي العلو والسفل محالا على الله ألا يوصف بالعلو. يعني هو صحيح العلو بالمعنى المكاني والسفل بالمعنى ده محالان، لكن إذا كان هذا محال هل يلزم منه ألا يوصف تعالى بالعلو؟ لا يلزم، لأن وصفه تعالى به ليس من جهة الحس أو المكان، وإنما من جهة المعنى، لأن العلو ممكن يكون علو مكان، يكون علو عظم أو علو قهر أو علو سلطان أو إلى آخره، فلا يلزم من نفي ذلك نفي الآخر. فالذي نثبته غير الذي يثبتونه، لأنهم دائما يتشدقون ويتمسكون ويقولون نثبت ما أثبته الله لنفسه. قل نحن والله كذلك نثبت، ولا نزاع بيننا وبينكم في الإثبات، لكن على أي وجه يكون الإثبات؟ أنتم تثبتون على المعنى الحسي الذي يؤدي إلى التبعيد والتجسيم، ونحن نثبت على المعنى الذي يتناسب مع التنزيه، ونقول إنه من عند الله. سؤال بيقول الشيخ أبو حامد الغزالي في كتاب الاقتصاد والاعتقاد، بيقول ايه؟ فإن قيل نفي الجهة يؤدي إلى المحال، هي معنى المحال يعني إثبات موجود تخلو عنه الجهات الست ويكون لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل، ما هو هذا محال، وهذا لا يكون الوصف ده إلا في حق ما هو معدوم، وهو لا في جهة من الجهات الست، يعني يخلو عنه العالم، ولا هو متصل به ولا منفصل عنه ولا داخله ولا خارجه، يبقى ده محال عقلا. صحيح ما قلتموه إنه محال إذا كان الموجود جسما، يعني يستحيل أن يكون الموجود جسم، الأجسام بتتقابل جسم مع جسم آخر، والأجسام تأخذ حيز من الفراغ، تأخذ مكان، والمكان يلزم منه الجهة،
والجهة يلزم منها المقابلة، والمقابلة يلزم منها الاتصال والانفصال. فهذا الذي قلتموه صحيح إذا كان الموجود جسما، فهذا كشف لنا عن حقيقة خطيرة أنهم يعتقدون أنه تعالى جسما، وإلا لما قالوا إيه هذا الكلام. ولما قالوا إنه يؤدي إلى المحال، يعني بالنسبة لما فهموه وعقلوه واعتقدوه أنه تعالى جسم، يبقى إن قيل نفي الجهة يؤدي إلى ما قلناه، نقول لهم هذا كلامكم صحيح إذا كان الموجود إيه يأخذ حيز من الفراغ، وله حد وله طول وله عرض وله إيه ارتفاع. وإذا كان الشيء قابلا للمتضادين يستحيل خلوه من أحدهما. أما إذا كان ليس قابلا للمتضاد فلا يستحيل خلوه من أحدهما، كما مثلنا بالحائط الذي يخلو عن الضدين معا العلم والجهل، فلا يقال إنه عالم ولا جاهل. أما إذا كان قابلا الشيء قابلا للوصف بأحد الضدين فإنه يستحيل خلوه من واحد منهما، كالإنسان مثلا فيستحيل خلوه عن العلم وعن الجهل، واضح؟ ويستحيل خلوه عن الذكورة والأنوثة، ولكن لا يستحيل خلو الخشب والحجر عن الأنوثة والذكورة. إذا فهمنا الكلام الذي قالوه فيه مغالطة، إذا متى يكون صحيحا؟ إذا كان الموجود إيه؟ جسما، واضح؟ وإذا كان قابلا لأحد إيه؟ الضدين. وهذا ينطبق يعني ما قالوه على مين؟ ها؟ على الحادث، على المخلوق، ولا ينطبق على مين؟ على الله تعالى. بقي سؤال أخير اللي هو ليس هناك شيء على الحقيقة يقال له خارج العالم على التحقيق، يعني هذا الذي قالوه إنما هو أيضا من الوهم، لأنهم توهموا أنه خارج العالم في أماكن فاضية كده فضاء خلاء، أطلقوا عليها بوهمهم أنها خارج العالم، وهذا بسبب عدم فهمهم ودراستهم للمصطلحات الكلامية. لأننا عندما عرفنا العالم قلنا إنه هو إيه؟ كل ما سوى الله. فلو وجد فراغ أو عالم أو شيء خارج العالم لكان أيضا داخل في العالم، لأن العالم تعريفه كل ما سوى الله، فأي حاجة غير الحق هي العالم، فما فيش حاجة إذن تسمى في الحقيقة إيه؟ خارج العالم. ليه؟ لأن العالم إيه معناه؟ مش معناه مصر وسوريا وباكستان، لا، ده العالم كل ما سوى الله. فليس هناك شيء على التحقيق يقال له خارج العالم، بل هذه العوالم كلها من فضاء وكواكب وسماوات وأرض وعرش وزمان ومكان مخلوقة لله. فقولهم يعني هذا القول اللي هو ايه ها، فقولهم خارج العالم هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، لأنه لم يسبقهم إليها أحد، فيش حي، لم يرد هذا اللفظ لا في كتاب ولا سنة ولا في عقل، إنه في حاجة اسمها خارج إيه؟ فما افترضوه إيه؟ باطل، وليس هناك حاجة اسمها خارج العالم، لأن العالم تعريف كده، الحمد لله رب العالمين. العالم أو العوالم ده من الإيه؟ جمع العالم ده مش من جمع المذكر، ده من الملحقات. أهلونا السنونا عشرونا عليون قلوا عالمونا، هذا من الملحق، يعني يعرف إعراب جمع ليه؟ ليه ليس هو جمع؟ لأنه هو كلمة عالم جمع كلمة عالم واحدة جمع. فالعالم هنا لها في القرآن إطلاقات، يعني مثلا أتأتون الذكران من العالمين، أو إن الله اصطفاك وطهرك اصطفاك على نساء، ليس معناها كمعنى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أو كما نقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فالعالمين هنا معناها البشر، أتأتون الذكران من العالمين، لأنهم لم يكونوا يرتكبوا هذه الفاحشة مع
الذكران من الجن او حتى من طائفة يعني العالمين البشر البشر الذكور من البشر والعالمين في قول ان الله اصطفاك عالم زمانها والعالمين في الفاتحة رب العالمين كل ما سوى انه رب الجن والانس والعرش وهو رب العرش العظيم ورب كل ما في الوجود ورب كل مربوب ورب كل مخلوق الله خالق كل شيء. الجماعة قالوه انه في حاجة اسمها خارج العالم ده بدعة وضلالة ولا مستند لها من عقل ولا كتاب ولا سنة عشان يجي يلزمونا بها لما تقولوا احنا في الرد وما في الحقيقة في التحقيق ما فيش هنا لما نجي وهو معكم أينما كنتم وأأمنتم من في السماء حين حيحصل تعارض أو تناقض فلا بد من رد محكم النصين المتشابه من النصين إلى المحكم فالرد معنى إيه تأويل هذا بما يتفق مع هذا لا مش متشابه يعني من السماء هذا متشابه هو يرد المحكم تاني يرد المحكم تاني ليس رد هذا حتى ايه يعني ان كان احدهم يرد ان كان الاثنين متشابه يردوا ايه الى الثالث اللي هو القطعي القمر محدود ومخلوق وله بداية وله نهاية ولا يسير القمر معهم إنما يسير مع الجميع ليه يسير معهم كل من يسير معهم ده مجاز إن القمر لا يسير ده الواو المعية دي يسموها دي مفعول معه لما تقول أنا سرت والجبل جبل ما سارش فأنت كل ما سير جبل مش منتهي فأنت تظن أنه يسير كل ما سير جاء معك أو الشمس فهذا هو الذي لا يقع فيه الاشتراك فيسمونه المفعول معه ولذلك يجب النصب ما تقولك ما يشوف الحديث النبي الشريف بعثت أنا والساعة ولم يقل والساعة ليه لأنه الساعة لم تبعث فإذا كان المعطوف مشترك مع المعطوف عليه في الحكم يبقى يجب الرفع إذا كان لا يجوز الاشتراك يجب النصب سمى هنا المفعول معه يبقى ده من ضمن المنصوبات ولا من باب المرفوعات ده بعثت انا والساعة كده سرت والجبل استيقظت والفجر يؤذن اوعى تقول الفجر انه الفجر لم يستيقظ مع البنت اللي استيقظ يلا لماذا لا نقول ان الله خارج العالم حيث لا مكان خارج العالم ما فيش حاجة اسمه خارج العالم خارج العالم الله لأنه لو جعلنا خارج العالم ده مكان الله موجود في المكان اللي هو اسمه خارج العالم لأن الأماكن كلها جوا العالم لأنك أنت لو أنت مثلا ما عجبكش العالم اطلع للأماكن اللي برا العالم فين بقى؟ ليش ما هيش معالم برضه ده لو فيه على التحقيق لو افترضنا وجوده حيبقى من ضمن أن العالم كل ما سوى الله فإن طلعت للعالم مش هتطلع من العالم انت فيه منها خلقناكم وفيها ومنها مش هتطلع منه لا في الدنيا ولا في آخر العالم قاعد فيه لأنك محكوم بأنك من جملة العالم لأنك خروجك عن العالم يعني معناها انت إله لأنك انت لو خرجت عن العالم يعني معناها هتخرج عن ايه عن الزمان وعن المكان عن القيود دي وعن الجسمية وعن مقتضى حاجة معناها إله وهذا لا يمكن وان لا يتحول الممكن واجبا يبقى نقول الله هو الذي خارج المكان حيث لا زمان ما يقولش خارج المكان يعني معناه يقول الله تعالى لا يتقيد بزمان ولا المكان يقول الان فهمنا ويستحيل ضد الصفات في حقيقه الكون في الجهات كمل عشان نخلص البيت قوله كالكون في الجهات هذا من امثله المماثله اي فيقاس عليه باقي أمثلة المستحيل والمعنى أنه يستحيل على الله تعالى يعني عاوز ده مثال وقيس كل ما هو قال كالكون وكافينا ليه للتشبيه
يعني كل ما هو مستحيل أيضا ذات. والمعنى أنه يستحيل على الله تعالى وصفه بإحدى الجهات الست، وهي الفوق والتحت والأمام والخلف واليمين والشمال. يبقى صحيح يستحيل وصفه ليه؟ لأن الجهات الست لا يتقيد بها إلا الأجسام، يعني ما من شأنه أن يكون مقيدا بها. فمما يجب تأويله لإهام الجهة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يعني هذا يجعلنا نرجع إلى ما قاله أولا، وكل نص يعني هذا من النصوص التي توهم الجهة أو المكان، لأنه إثبات الجهة يعني معناه إثبات أحدهما، إثبات على القول بأن الجهة غير المكان، وأما على القول بأنهما واحد خلاص. ثم في كده مولانا في حاجات مخلوقة بس مش في جهة. نعم؟ في حاجات مخلوقة مش في جهة. نعم. إيه؟ الهواء مثلا؟ لا في الغضب. إيه؟ في الغضب. غضب وقلنا لا جسم ولا جسمان، الغضب ده عرض فهو موجود فيما هو جسم، فانت ان غضبت وانت في هذه الجهة ثم تحولت، انت ان غضبت وانت في هذه الجهة روح عند جهة القبلة يذهب عنك الغضب، فغضبك مقيد بجهة لغير القبلة، بدليل انه اذا غضب احدكم وهو قائم يقعد اذا يغير ايه هيئته، فأنت هنا عشان متمسك بالجهة غير جهتك. لأن الاستواء على شيء بيزيد، وأنا أقول لك الهواء فوق والهواء ده مش جسم. وتحت مفيش هواء؟ أبا أشم هواء تحت أو إيه ده؟ أي حاجة جسم في جهة، أي حاجة جسم. لأن الاستواء يعني معناها ما تقولش الهواء يا ابني، ما تقولش الهواء ليس في جهة، الهواء في الجهات كلها. يعني اي جهه تلقى فيها هواء، يعني انت الا بس كون الجهه البحري يبقى هواها ايه رب، بس ما فيش معنى كده الجهه الثانيه ما فيهاش هواء هتموت هتختنق، ما فيش جهه ما فيهاش هواء، حتى اللي ساكن في البدروم تحت فيه هواء او في التراب فيه هواء، ما التربه شم التراب. لان الاستواء على الشيء الاستقرار عليه شم يخلص بس، وهو محال في حقه تعالى. يعني عاوز يقول لك هنا كيف يعني تتوهم الجهه من قوله تعالى او المكان الرحمن، لانه الاستواء على الشيء لو كان خدنا بالمعنى كده الظاهر معناه الاستقرار الجلوس يعني، وهذا معناه مكان، وهذا محال لأنه لو كان مكان لكان محصورا وكان إلى آخر لازم نقولناه. فيؤول بالملك والاستيلاء يعني معناها استوى يعني استولى، يعني تأويل هذا، وقلنا التأويل عندك أو التفويض، ما عقلك احتمل الإيمان بالتفويض كذا أنك تفوضها، فعندنا علاج لك ناجع وناجح إن شاء الله هو التأويل، لأنهم قالوا التأويل خير من التشبيه، يعني إذا كنت حتقع في التجسيم وأنه تعالى مستقر وله هيئة وله رجلان ويدان وحدود وأجزاء، فأحسن حاجة بدل ما تكفر اعمل ايه في الحالة بينها أول، يعني خليك ضال أحسن ما تكفر، يعني على قولهم بأن التأويل ضلال أحسن من ايه من الكفر، قالوا التأويل خير من التشبيه، وقالوا كذا التشبيه ده أو التجسيم ده مرض والتأويل دواء، ولكن ليس من الحكمة أن نستعمل الدواء مع عدم وجود المرض، يعني إذا كان ما عندك مرض يعني صافي نفسيتك وأنت آمنت بها على ما عندك مش مريض أنت سليم، فما تأخذش الجرعة سليم أنت، فنحتاج إلى إيه؟ الى التأويل عند وجود الداء، الداء اللي هو ايه التشبيه اللي هو ما هو الداء اللي هو انفلونزا التشبيه والتجسيم المنتشرة في العالم كله، ومع ذلك ليست مرتبطة بخنازير ولا هي مرتبطة بايه بالقلب بالإيمان. يبقى كده خذ القاعدة التأويل خير من التشبيه، زي ما قلنا فاكرين لما قلنا لكم ايه في قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه، ليس امام السلفية المعاصرين الا احد امرين، اما ان يقولوا بالتأويل واما ان يقولوا بالايه بالكفر،
كيف يعني ما فيش حاجه يعني مثلا لو قالوا كل شيء هالك يمعن هالك يعني يهلك يفنى، فلو اخذوا الامر على ظاهره لقالوا بان الفناء او الهلاك يلحق الذات الالهيه ما عدا الوجه، كل شيء هالك يعني معناها ما اثبته الله تعالى من يدين هالك، ما عندهم يدين معناها الجسم تجسيم، وكذلك الساقين وكل حاجه ثبتت له مثلا من اجزاء او اوصاف كما يقولون او ابعاد حتفنا ما عدا الايه الوجه، هذا معناه كفر، لان معناها ايه الحق الهلاك او الفناء الحق تبارك، وهذا تحيله العقول وتحيله الشرائع. واما ان يقولوا يؤولوا ان المراد بالوجه اي الذات، هذا تاويل، واللي قالوه في الاول على فرض انهم قالوا هذا ايه كفر وخروج. فالسلفية ليس أمامهم في هذه الآية بالذات إلا أحد أمرين، إما يخرجوا من مذهبهم إما يخرجوا من الملة، فيختاروا الخروج من المذهب أهون، لو قالوا بالهلاك والفناء ومعناها خرجوا من الدين، طب ولو قالوا بالتأويل يبقى خروج من إيه، وهذا ما فعله ابن كثير في التفسير ما استطاع هنا بالذات عند الآية دي، راح قال لك والمراد بالأول، مع انه في الآية الثانية سورة الأنعام قال وهو الله في السماوات، قال لك ده وقف لازم هنا، وقف الأمين، ما فيش ولا مصحف ولا حتى مصاحف اليهود فيها ايه؟ فيها وقف لازم، يعني تقف هنا عشان يثبت وقال وايه؟ وفي الأرض ده كلام جديد يعني يعلم سركم وجهه موجود وتلقى في سورة الأنعام. يبقى إذا ما استطاع في الآية إنما نطعمكم لوجه الله أول فيها، انما هنا كل شيء هالك يعني معناها حيهلك الحق سبحانه الا كذا، ان كذا ده كفر عظيم، كفر عظيم لو قال بهذا كفر مهما كان، فراحوا اولوا. يبقى ايه في بعض الاشياء لابد من التاويل، لا ها ولا بالذات ابو كل شيء واجه يعني ذات. بعدين ابن دقيق العز ذكر قال يا ان تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله، قال سبحان الله السلف زي الخلف هنا، قال ما حد قال لا من السلف ولا من الخلف ولا حتى ابن مش عارف مين ان لله جنبا يليق بايه بجلاء، حد رغم انه اثبت الملل ما اثبتوش الجنب، مش عارف ليه حاجه غريبه، وانهم لو اثبتوا الجنب حيؤدي انه في جنب يمين وفي جنب شمال فهتبقى مشكله، طب انت فرطت في اي جنب فيهم في الجنب اليمين ولا هتبقى مشكله، فراح قال لك يا جنب الله يعني في حق الله او في طاعه الله اولت. واول الحديث اللي في البخاري اللي هو كنت سمعه، لانه حيلزم لو قالوا بظاهره الحلول والاتحاد وهو اعظم، فهنا اول يعني الجماعه دول في حاجات كثيره ليسوا ايه سلفيه وماكم يعني تركوا غير ما فيش سلف عندهم على طول، انما احنا ماشيين وكل نص اوهم التشبيه اوله كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم. بعض الناس لا يقبلون، بعض الناس الان لا يقول لك استولى، يعني هو حد كان ينازع في الملك قوم استولى عليه، يعني معناه قال كانه في منازع وكانه في اله ثاني يقولوا كذا، لا يا اخي ليس هذا هو المعنى، لان العرش ده اعظم المخلوقات، فكون الله تعالى مستوليا وقاهرا له فما دونه من باب هذا هو المعنى، وليس معنى هذا ان غيره ايه كان يغالبه عليه، دي هم يعني يجيبوا كده أسوأ الاحتمالات ويحطون فيها، وفي الحقيقه لا يضعون فيها الا انفسهم. مين يعني احنا هل قلنا انه استولى يعني معناها كان في واحد بينازل راح هو استولى، هل احد قال هذا؟ احنا قلنا هذا وجبنا كلام من اللغه تمام يساعد على هذا الفهم، وما قلنا بان هذا هو المقطوع به، يعني الذين قالوا بالتاويل ما قالوا به على جهه القطع، قال هو احد الاحتمالات التي تتفق مع التنزيه والله اعلم، يعني لا نقول به بانه استوى بمعنى استولى على ان هذا هو الذي اراده، هو المعنى الذي اراده الله، وانما نقول وانما نقول استوى استوى على عرش، لا ده ارتفع ده تاويل استوى والله ما احنا مقتنعين بالتاويل ده ومش عليهم التاويل ده،
يعني معناها يعني عاوزين تعويل على مزاجه. الرزاق برضه دي الجهه والرزاق تعرف في البخاري كده استوى ارتفع او على في البخاري كده شرح الحديث. يعني معنى هذا ان هذا الكلام له التأويل لا يقال على جهة القطع ولكنه معنى من معاني التنزيه والله اعلم الله. ونقول كده نحن استوى كما قاله على كما قاله على المعنى الذي اراده وخلص من غير كيف ومن غير ومن غير معنى يؤدي الى التجسيم وال فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب الصدور. وبعدين حتى كمان في رأيك مش في أعمى في الدنيا، في كمان في الدنيا بصير بصير. مش هو من كان في هذه أعمى، من كان في هذه بصيرا يوم القيامة يحشر أعمى. قال ربي لما حشر وقد كنت بصير. أو ده ما كانش أعمى، ده كان بصير. قال إيه كذلك أتتك. والآية الأخرى بينت ووضحت أنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب. ربنا لما يتكلم عن الأعمى يقصد إيه عمل بصيرة وليس عمل إيه البصر. تمام. الكلمة هنا بيقول إن البيت ده شاهد على شعيرة مش شاهد ليه، لأن بشر بالفعل كان ليه عرش وجالس عليه. مين؟ يقول ابن تيميه يقول ان البيت شاهد على الاشعار مش شاهد ليه. لا لا هم ما قالوا قد استوى بشر على على العرش، قالوا على العراق. صح. قال لك بشر قال كان له عرش. الكلام ده لو قلنا قد استوى بشر على العرش قال على العراق، والعراق كله عرش. تعاملت زي رجل بعث لمعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه يقول له ايه عاوز ايه 12 من جذوع النخل، 12,000 من جذوع النخل. قال لماذا 12,000 من عراي من جذوع النخل؟ قال لايه لاسقف بها بيتي في البصره، عاملها سقف لايه اسقف البيت ب 12,000. قال له اين تسكن؟ قال في البصره. قال له لا ليست دارك في البصره وانما البصره في دارك. الله مش كده. وفي اخر حكم السيد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يا من استوى برحمانيته على عرشه وصار العرش غيبا في رحمانيته. ليه هؤلاء شوف الحكمه دي؟ طبعا هم مش مؤمنين لا بابن عطاء الله ولا بحكمه. شوف كده يقول يا من استوى، قول يا من استوى برحمانيته على عرشه فصار العرش غيبا في رحمانيته كما صارت العوالم غيبا في عرشه. شوف بيقول يا من استوى بايه؟ وانت في ملحظ عجيب تجد في القران اذا ذكر الاستواء قرن بصفه الرحمه. الرحمن ايه؟ ثم استوى الذي خلق السماوات والارض وما بينهما ثم استوى على العرش الرحمن. الرحمن يعني لم يذكر الاستواء بلفظ ايه الذات، لفظ الله. يعني الاستواء ايه كان مقرون بايه؟ بوصف الرحمة. وتجد الرحمة هنا الرحمانية كمان اللي هي أعم وأشمل. وفي فرق بين الرحمن، في فرق بين الايه؟ أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فالاستواء كان بالرحمانية مش بالرحيمية. ليه؟ لأنه في كتاب بصائر، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز تعنين ده فإنه جبال بيقول يعني سبحانه وتعالى بيقول إيه يذكر أنه تعالى لم يقل في كتابه وكان بالمؤمنين رحمانا رحيما كده، ولم يقل انه بهم رؤوف رحمن. رؤوف ايه؟ رحيم. ودائما يقرن ايه الرحيم، لان الرحمانية لا تخص المؤمن بل تعم الله الخلق ايه اجمعين.
وصيغة رحمن دي غير صيغة رحيم، دي فعيل والثاني فعلان. لا تستعمل في اللغة إلا للامتلاء. كده الرحمن إيه؟ زي ما نقوله سكران فعلان رحمن، زي غضبان جوعان ملآن، صيغة تدل على إيه؟ على الامتلاء. فكأن الله تعالى أشار لنا إنه استوى على العرش بصفته الرحمن. ليه؟ لأنها أعظم وأبلغ وأشمل من إيه؟ من صفة الرحيم. الرحيم قلنا إحنا الرحيم ده مقيد بمين؟ بالمؤمنين، كان بالمؤمنين إيه؟ رحيمة. وقرنوا بالاستواء على العرش الرحمن مش الرحيم، لما يقول الرحيم قال الرحمن، قال فيه هنا كلام بتاع الفيروز أبادي، فيه هنا ملحظ عجيب، وهو ربط هذا الرجل يعني سمى الكتاب بصائر، يعني دي من مما يفتح به على الإنسان إذا كان عنده بصيرة، بصائر ذوي التمييز اللي عنده يعني يدرك ويميز ويعلم أن من هو منزه عن الجسمانية والتجسيم غير ما هو ليس منزه. فقال إنه الحديث اللي هو يخبر أن الله تعالى في البخاري برضه لما قضى الله الخلق كتب في كتاب إيه؟ إن رحمتي تغلب، أو سير روايات سبقت غضبي، فهو عنده اللي هو الكتاب ده فوق العرش، الكتاب ده اللي كتب فيه إن رحمتي سبقت غضب. قال لو أنك جئت بهذا الحديث ووضعته مع الآية لفهمت معنى الاستواء. كتب في كتاب عنده، مع أنه العرش ده، العرش ده خد بالك نهاية المخلوقات، نهاية المخلوقات، ولا توجد مخلوقات فوق العرش خلاص. فإذا جعلوا هم العرش مكان له، وهو والله تعالى فوق بمعنى المكان، حيث له مشارك اللي هو الكتاب ده، الكتاب بالنص فوق العرش، فهو عنده فوق ليه العرش. يبقى الذي شمل وأحاط بالعرش مش الذات، بالرحمانية. فكأنه رحمانيته تعالى وسعت كل شيء بما فيه إيه العرش، هو أعظم وهو محيط بالكائنات. قال لك اقرن هات الآية مع الحديث يزول عنك مرض أو شبه اللي هي التجسيم. وقال لك الرحمن، والاستواء كان به بصفته الرحمن، فهو يشير اقرأ. فهو يشير إلى أن معنى الآية أن العرش وإن كان أكبر المخلوقات كلها مغيبة فيه، وإن كان أكبر المخلوقات كلها يعني أكبر المخلوقات مغيب في العرش، هو صغير بالنسبة إلى رحمة الله ومغيب فيها. يعني جميع المخلوقات تعتبر مغيبة كأنها حلقة أو شيء غائب في إيه؟ في عظمة العرش، والعرش بعظمته مغيب في رحمة الله تعالى. كما غيبت العوالم فيه، ويؤيده قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي حتى سهل ابن عبد الله التستري قال ابليس افادني ايه حاجه في الايه، يعني قال له حتى ابليس احيانا بيبقى لي استاذيه كده او توجيه من غير ما اقصد. ولما ذكر له الايه الايه دي قال له يعني الست انا بشيء، ليه انت تخرجني من هذه الدائرة؟ والله تعالى يقول ايه ورحمتي قال فتمهلت قليلا وتفكرت وسعت كل شيء. اذا كانت غطت العرش والعرش اصبح مغيبا فيها، فكيف ما يدخلش فيها ابليس وهو يعني ده حاجة عند ذرة حاجة لا تذكر يعني. لكني تذكرت قول الله تعالى فسأكتبها، ده في قيده الذين فعلمت انها يعني تحدث، فخرج منها ابليس بهذا الايه فساكتبها للايه. فقلت له يا ملعون ان الله تعالى قيدها بقوله ايه
فقال له يا سهل التقييد صفتك لا صفته. قال فإيه فأسكتني. القيد ذا يعني معناه القيد لا يحكمه، هو يقيد يطلق، انت اللي تقيد مش هو، يعني معناه هذا الذي قاله الله تعالى لا يقيده، ولكن هذا من باب ايه ما وعد تعالى به وتفضل انها تكون لمين؟ للذين يتقون ويؤتون. وليس معنى هذا انه ده حجر على الله انه معناها ما يرحمش غير دول، هو اللي يقيد وهو اللي ايه اللي يطلق. وسأل الإمام الزمخشري الإمام أبا حامد الغزالي رضي الله عنهما عن هذه الآية فأجابه بقوله إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أيية. يعني واحد بيسأله كيف الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، فراح رد عليه الإجابة فكيف يليق بعبوديتك أن تصف الربوبية بأين أو كيف. يعني إذا استحال بالنسبة لك وأنت مخلوق أن تعرف نفسك بكيف أو بأين، يعني إن قيل لك نفسك مخلوقة أين هي، هل تستطيع تحديد مكان لها؟ لا. هل تستطيع أن تحديد مكان العقل؟ لا. هناك أشياء في نفسك وهي مخلوقة ومحدودة، ومع ذلك لا تستطيع تقييدها بكيف، فهذا من باب أولى أن تنفي ذلك عن مين؟ عن خالقك سبحانه وتعالى. وهو مقدس عن الأين والكيف. ثم جعل يقول قل لمن يفهم عني ما أقول قصر القول فذا شرح يطول. خلينا القصيدة ليه نبدأ بها المرة الجاية عشان ايه. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر غافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم باعد بيننا وبين معصيتك كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. امين. اللهم وفقنا واهدنا واهد بنا يا رب العالمين. امين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. امين. اللهم ابرم للازهر الشريف امر رشد يا رب العالمين. امين. اللهم اعلي مقامه واعلي به في مشارق الأرض ومغاربها راية هذا الدين يا رب العالمين. آمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. آمين. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. آمين. واجعله الوارث منا وخذ بثأرنا ممن ظلمنا. آمين. وانصرنا على من عادانا. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا الشيخ يمسك لنا شيخ مولانا الفاتحة. ربنا يولك إذا رجل صالح من العلماء أهل العلم والولاية والفضل. فاتحة لهذه النية يا أخواني. فاتحة لهذه النية يا أخواني. اقرأ بصدق كده وتوجه إلى الله تعالى ولا تتقيدوا بالجهة. مقبولة مولانا إن شاء الله. يا رب الفتح اللي هتمينا بس يا رب. المجاوزة اختلقوه في فتح.